مساء الخير، مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا. حلقة جديدة وعندنا النهاردة أكتر من فقرة. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا ونوع من أنواع العمليات المنتشرة والناجحة بشكل كبير جدا، وهي عمليات السمنة أو العمليات اللي بتساعدنا في التخلص من السمنة. العمليات دي انتشرت بشكل كبير جدا والحقيقة في إقبال شديد عليها، لأنها عمليات أثبتت نجاحها بشكل كبير في الفترة الأخيرة. غير كده كمان هي بتساعد على علاج كثير من الأمراض. ده اللي هنعرفه النهاردة، وهنعرف إزاي تطورت بشكل كبير جدا مع ضيفنا العزيز اللي بنسعد بلقائه، والحقيقة هو ليه بصمات مش بصمة واحدة في هذا المجال ومتميز فيه جدا. ضيفنا اللي منورنا النهاردة هو الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، وزميل كلية الجراحين الأمريكية، وزميل الكلية الملكية للجراحين لندن، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. يا أهلا يا دكتور. أهلا كريم. أهلا وسهلا. لقاءاتك بتوحشني يا دكتور. الله كريم الله يخليكي. شكرا. والناس بتسألني عليها كتير. شكرا يا أستاذ. الله يخليك دكتور كريم. عمليات التخلص من السمنة انتشرت بشكل كبير جدا، ويمكن أنت رائد من رواد في النوع ده من العمليات. تقولي في البداية إيه الأمراض اللي ممكن تساعد في شفائها العمليات دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا ان جراحات السمنة المفرطة زي التكميم، زي التحويل، تحويل مسار الاثنى عشر او التكميم مع التحويل اللي هو الاساسي، اساسي باي باس يعني. دي كلها عمليات تهدف الى انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبة يعني. يمكن من الامراض اللي هي المنتشرة جدا اللي بتجينا في المراكز عندنا يمكن السكر من نوع تاني. السكر من نوع تاني بدرجاته بقى المختلفة يعني. احنا كان عندنا بعض الحالات كان بيبقى فيها قدم سكري، يمكن مرضى السمنة عارفين طبعًا القدم طبعًا السكري. عايز اقول لحضرتك السكر اللي هو فوق ال 400 و500 و600 والغيبوبة بتاعت السكر والمشاكل بتاعت السكر اللي هي بتبقى يعني مرتبطة حالات مستعصية، يعني حالات مستعصية صعبة. درجات فعلا متقدمة من السكر بيتم ارجاعها للوضع الطبيعي بعد عملية السمنة. يعني احنا انت مريض عندك شوية وزن زايدين وعندك سكر، فابتدي اشتغل على العمليه زي تحويل المسار او حتى تكميم المعده بتتعالج خالص. انا عايز اقول لحضرتك ان الناس يعني عندنا في الصين ويمكن بره، يمكن الصين اكتر الناس بتشتغل على اوزان اقل مننا بمراحل. بنشتغل مثلا على وزن طبيعي في علاج مرضى السكر، لكن احنا في مصر هنا بنبقى محتاجين شويه وزن 10 15 كيلو فوق الوزن الطبيعي. أيوة. لعلاج مرضى السكر. تقعد ليه بانسولين جرعات 100 الصبح و100 بالليل وعندك حموضه في الدم وعندك يمكن مضاعفات من السكر شديده، وانت في ايدك ان انت تعمل عمليه تتخلص من السكر، تعالج القدم السكري بيرجع لوضعه الطبيعي. ما هو القدم السكري ده او التهاب الاعصاب المفرط او الشبكيه اللي هي فيها مشاكل او الكلى اللي خلاص ابتدت تتدمر، ارجع بقى واجه المرض الشديد بعمليه فعاله سهله بالمنظار اقامه ليله في المستشفى، بتروح بتمشي على نص الجرعات احيانا، نص الجرعات من تاني يوم على طول. وفي ناس من تاني يوم طبعا، وفي ناس من تاني يوم ما بتاخدش علاج. ده في بارامترز يعني احنا بنحدد عليها، لو كان سكرك قريب في خلال 5 سنين، لو كان جرعات الانسولين بتاعتك قليله لسه ما دخلتش مضاعفات، ممكن توقف علاج من تاني يوم. الناس اللي بتقعد شهرين ثلاثه على ما توقف العلاج دي بتخرج على نص الجرعات وتقلل مع الوقت، دول بيكون سكرهم بقى له 20 سنه وابتدى يدخل في مضاعفات بقى بتاعه السكر الرئيسيه. اعمل العمليه، وقف السايكل بتاعه السكر، عالج نفسك خلاص ما بقاش فيه سكر. امراض كتيره تانية زي انقطاع النفس اثناء النوم. الناس ما بتقدرش تاخد نفسها، وخصوصا في الاطفال او الناس اللي هم صغيرين في السن، بتلاقيه بالليل ما مش قادر ياخد نفسه خالص. العمليات دي بتناسب الاطفال وكبار السن كمان؟ طبعا طبعا. احنا يعني هننتظر الطفل اللي هو وزنه فوق ال 100 كيلو اللي عنده تقوس بيجي لنا والله الحاجات دي، يبقى متقوس بيبقى ماشي مش قادر يمشي، يبقى ناس بيمشي ماشي في البطه فعلا اللي هو يعني وادلينج جيت. ايوه التقوس العظم بسبب السنه المفرطه. احيانا اطفال بتبقى مقدمه على السكر، حلل الهيموجلوبين اي 1 سي هتلاقيه ابتدى يجي له سكر في سن صغير. هنستناه لحد امتى؟ اعمل عمليه وقف ان شاء الله يكون عنده 10 سنين، نزل له وزنه مظبوط، ارجع لوضعه الطبيعي. مفيش اي قلق ولا اي خوف خالص من اجراء العمليه دي لطفل عنده 10 سنين بيعاني من السمنه المفرطه؟ عمليه في نص ساعه
قامت اقل من 12 ساعه في المستشفى بيرجع الوضع طبيعي، لا تؤثر على الامتصاص خالص، يعني الاكل اللي انت بتاكله بيمتص تماما، ما فيهوش اي مشاكل، انت بتاخد شويه فيتامينات بالعكس، احنا بننقذ حياته في اولها. بالظبط، يعني اهله لو كانوا متخوفين ما تترددوش لحظه انكم تعملوا العمليه دي، لان انتوا فعلا بتنقذوا حياته من حاجات كتير جدا وحشه ممكن تقابله فيما بعد. ده كمان في سن البنات المقبله على الجامعه اللي هم داخلين في سن زواج وسن عندهم اكتئاب، والله اكتئاب. احنا عندنا في التيم بتاعنا حد طبي نفسي موجود بيعالج الامراض المصاحبه لمرض السمنه قبل ما بنعمل العمليه، يعني في ناس بتبقى داخله في ديبريشن قبل العمليه بسبب الوزن طبعا، ويبقى الاسره بتقول لا ما تعملش عمليه، خليك امشي في طب جرب دايت شويه، دايت ايه فوق وزن 120 130 كيلو، يعني ما تضيعش وقت. صحيح يعني. طيب نروح لتقرير يا دكتور كريم ونرجع مره ثانيه نكمل كلام. اتفضل. مشكلتي أنا بدأت من 15 سنة يظهر عندي سكر من النوع الثاني، فبدأت أتدرج في استخدام أدوية السكر حتى 10 سنوات وصلت إلى مناعة ضد كل الحبوب والمنظمات، وبدأ بعد هذه استخدام الأنسولين. من المتابعة للنت ومتابعة عبر التلفزيون تعرفت على الدكتور كريم صبري وتواصلت معه عن طريق التليفون وشرحت له الوضع وإيش اللي حاصل بالضبط، فقال مشكلتك بسيطة وإن شاء الله تزورنا، وفعلا عملت التحاليل المناسبة، كان عندي المتوسط وصل إلى 11 وبدأت تظهر علي آثار أو غيبوبة السكر بسبب الأنسولين، يعني وصلت إلى مناعة يتراكم الأنسولين في الجسم وبعدها مباشرة ينزل السكر فجأة، وكنت أصاب بغيبوبة السكر، كنت أصل إلى ساعة إلى ساعتين. آخر يوم ما قبل العملية وصلت إلى غيبوبة السكر استمرت إلى 3 ساعات، بعدها سويت العملية بتاريخ 3/7. العملية ما استغرقت وقت ولا استغرقت جهد، يعني كلها تقريبا ساعتين بنج وعملية وإفاقة. فعندما طلعت من غرفة العمليات لم أصدق أن أنا سويت العملية، لأن جسمي مرتاح تماما ولا أشعر بأي تعب أو بأي إجهاد. فسألت المرافق تم إجراء العملية؟ قال تم والحمد لله. وزني من 90 نزل إلى 75 كيلو واستقر على هذا الحال. كنت أعاني من آلام في المفاصل، الصداع المستمر، وكنت عايش على المهدئات، والحمد لله من يوم طلعت من غرفة العمليات لم أستخدم حتى قرص بنادول أو برامول أو أي نوع من أنواع المهدئ، والحمد لله أمارس حياتي طبيعية وما فيش أي مشاكل. دكتور كريم، يمكن الحاله اللي شفناها دي بتوصف الكلام اللي احنا بنتكلم عنه، خاصه ان هو وزنه ما كانش كبير، وده الجديد، يعني ممكن ناس تبقى فاكره انه العمليه دي للاوزان الكبيره، بس احنا شايفين الحاله وزنه مش كبير لكن كان بيعاني من مرض السكر وعمل العمليه وشايفين ان هو يعني مبسوط ومرتاح جدا. هو حكي عن يمكن مشاكل صحيه كتيره جدا من غيبوبه سكر ومشاكل يمكن حموضه في الدم ومشاكل كتيره جدا لاضطرابات السكر اللي هي بتحصل ومضاعفاته، وانسى انه عمل العمليه اتغير الوضع بيه للطبيعي خالص بعد العمليه بيوم تقريبا، توقف عن العلاجات وابتدى المضاعفات بتاعته بتوقف والسكر ابتدى يتظبط. الوزن مش لازم يكون عالي، ده احنا ماشيين تبع الاعراف الطبيه للافسو الانترناشونال جايد لاينز اللي هي العالميه، ما بقاش محتاجه ان الوزن، في حاجه اسمها الميتابوليك سيرجري، يعني الجراحات التي تجرى لعلاج الامراض المصاحبه للسمنه البسيطه. تمام. دي موجوده انترناشونالي، منشوره دوليا، العالم كله عارف، ويمكن في اماكن تانية كتير جدا زي ما قلنا زي الصين والاماكن الاوروبيه الاكتر بيعملوا الحاجات دي على اوزان اقل من عندنا في مصر، بس احنا يعني في مصر احنا بنزق فيها على قد ما نقدر. طيب اذا، وكمان هو سنه مش صغير، فاذا العمليه دي تصلح لكبار السن بشكل كبير جدا، ما فيش منها اي قلق نهائي، بالعكس ده
خالص. السن الكبير ما يعمل تحاليله زي اي حد، اطمن على قلبك مظبوط، ربما يكون عندك 60 سنه 65 سنه وقلبك زي الحديد كويس مزبوط. خالص اكتر من واحد عنده 30 سنه او 40 سنه وقلبه يكون محتاج لدعامات ومحتاج لحاجات. يعني احنا بنعمل فحوصات لكل اعضاء الجسم نطمن عليك مظبوط وبعد كده تعمل عمليه. احنا مش بناخد السن الكبير مختلف، لا، اعمل تحاليلك فحوصاتك، خد فرصتك، وقف بيها علاجات السكر، وقف بيها علاجات الضغط والمفاصل اللي فيها خشونه وظهرك اللي مش قادر تفرد ظهرك بيه، لا، نزل، اعمل العمليه بتاعتك، نزل وزنك، عالج الامراض المصاحبه، هتوقف كل العلاجات دي. انا بشكرك يا دكتور كريم على وجودك، دايما وجودك بيبقى متميز. ضيف العزيز الاستاذ دكتور كريم صبري. هنروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا فقرات تانية كتير، استنونا. مكان واحد بس في الشرق الاوسط هتلاقي فيه اجمل ابتسامه بترحب بيك من لحظة دخولك، وكل الموجودين في المكان عندهم هدف واحد، إنك ترجع شباب. أهلا بيك في المركز الطبي الدولي، يلا بينا نرجع شباب. أنا اسمي جهاد، كنت بعاني من مشاكل في بشرتي لأن هي كانت مجهدة شوية ومحتاجة نضارة، وكمان أنا فرحي قرب، فشفت إعلان للمركز الطبي في التلفزيون، فجيت النهاردة علشان يشوفوا حالتي وإن شاء الله يكون خير ويعملوا لي حاجة تبقى مناسبة لبشرتي وإن شاء الله خير. أهلا بيكم معنا حلقة جديدة زي حالات اللي احنا بنستقبلها معنا في المركز عشان نشوف إيه مشكلتها معنا. جهاد شابة في مقتبل العمر، إيه مشكلتها؟ إن هي فرحة قرب، فهي كانت عاوزة تظهر بصورة أفضل وصورة أحسن عشان الفرح بتاعها، فهي جت المركز الطبي عاوزة تشوف إيه رأينا اللي ممكن نقدر نعمله لها إن شاء الله النهاردة. فإحنا اقترحنا عليها، هي ما عندهاش مشاكل كبيرة بس في شوية يعني تغيير في شكل الجلد اللي عندها، محتاج إن هو يتظبط شوية، يحصل فيه شد شوية، محتاجة شوية نضارة. فإحنا اخترنا لها إن هي تعمل جهاز الهايفو. جهاز الهايفو بيشد الجلد وبيعمل نضارة فيه، والموضوع ده بيستمر معها مدة طويلة، وخاصة إن هي سنها صغير. هي الهايفو مش شرط إن يبقى في تقدم في السن عشان نعمل جهاز الهايفو، احنا ممكن نعمل جهاز الهايفو من سن 18 سنة. هو بيحسن الشكل الجلدي، يعني مجرد ان هو بيعمل ريسيرفسنج وبيحسن شكل الجلد ويرجع له نضارته تاني وحيويته. فهي طبعا جهاد يعني ما عندهاش مشاكل كبيرة، ان شاء الله هنساعدها بجهاز الهايفو ونعمل لها نضارة وشد للبشرة، وان شاء الله تبقى راضية بالنتائج، وان شاء الله تبقى يعني مبسوطة جدا في فرحها وتحقق اللي عاوزاه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي مع الأنسة جهاد في غرفة الهايفو. هي كانت مشكلتها طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده في المكتب ان هي عن فرحها قريب، فهي عاوزة تعمل نضارة وشد للبشرة عندها. هي ما عندهاش ترهلات ولا حاجة، بس هو مجرد نضارة وشد للجلد بسيط كده بجهاز الهايفو. احنا نبتدي دلوقتي ان احنا نخطط المكان اللي احنا هنشتغل عليه ونبتدي الجلسة ان شاء الله. الاول ببتدي، ريحي راسك كده، ببتدي باخد خطوط في الوجه، بحدد المكان اللي انا هشتغل عليه. الجل كده بدأ يدي البلصات اللي احنا بنقول عليها. هو بيبتدي يضرب على عمق 3 ملي، بيتفرغ الطاقة بتاعته كلها على عمق 3 ملي، فيبتدي يحفز الكولاجين في المنطقة ديت ويبتدي يتكون طبقة جديدة. طبعا هو النتيجة ما بتبانش كلها مرة واحدة، البيشنت بياخد تقريبا 30% من النتيجة وهو ماشي، بس بيفضل فيه تحسن، بيفضل يتحسن يوم بعد يوم لمدة تقريبا 6 شهور. يعني من بعد العملية بيقعد 180 يوم بيحصل فيه تحسن كل يوم أحسن من الأول بشوية لغاية ما يوصل للنتيجة النهائية. احنا بنعمله في الحالات الخفيفه، التجاعيد الخفيفه، الترهلات الخفيفه والمتوسطه.
يلا بينا نرجع شباب. كل السيدات دلوقتي وكل طبعا الرجال بيدوروا على تقنيات بسيطة وسهلة وحديثة في نفس الوقت، بحيث ان هي تقدر تساعدهم في ان هم يخفوا عيوب ببشرتهم، وخاصة التجاعيد او الخطوط يعني الدقيقة او الرفيعة، لانه طبعا في فرق بين الخطوط وفي فرق بين الترهلات. ايا كان شكل المشكلة في الوجه، دلوقتي في اجهزة كتير تقدر ان احنا تساعدنا، تقدر ان هي تساعدنا في علاج المشاكل دي في يعني وقت قليل جدا، ونتائجها هايلة جدا، وبدون ابر وبدون شكشكة وبدون اي حاجة خالص ممكن تكون بتزعجنا او بنتضايق منها. زيها زي ايه الاجهزة دي؟ مثلا جهاز الهايفو. جهاز الهايفو من الحاجات اللي يعني الاسم ده سمعناه كتير وانتشر، وستات كتير بتسمع عنه وعاوزة تعرف معلومات عنه. هنتكلم النهاردة عن جهاز الهايفو، وهنعرف ايه هو جهاز الهايفو وازاي بيساعدنا في اعادة نضارة الوجه وشد الوجه. كمان في حاجة جديدة اسمها البلازما جيت، هنعرف يعني ايه البلازما جيت ونتائجها بتكون عاملة ازاي وبتتعمل لمين. يعني الحاجتين دول هنتكلم فيهم النهاردة لكل الستات اللي بعتت لي عشان اسئلة عشان تسألني عن جهاز الهايفو وكمان البلازما جيت. احنا النهاردة هنتكلم عن الاتنين دول مع ضيفنا العزيز دكتور هشام شعبان، استشاري تجميل الانف والوجه بالمركز الطبي. ازيك دكتور هشام؟ الحمد لله تمام. يعني اسئله كتير جدا بتجيلي بتسالني عن جهاز الهايفو، الاسم انتشر بشكل كبير في الفتره الاخيره وبقى متداول، وكل ما نقعد في قعده نسمع عن جهاز الهايفو، ده عملت هايفو، ايه موضوع الهايفو؟ تكلمنا عن جهاز الهايفو ايه هو. بصي، هو ببساطه جدا جهاز الهايفو ده جهاز بنستخدمه في علاج ترهلات الوجه والخطوط التجاعيد اللي بتظهر في الوجه. هو جهاز بيستخدم الموجات فوق الصوتية، بيحول الموجة فوق الصوتية ديت لطاقة حرارية بيتفرغها في طبقات معينة من الجلد والمنطقة اللي تحت الجلد. فلما بيفرغ الطاقة ديت بيحصل تكسير للكولاجين القديم اللي موجود في الجلد، اللي هو أصلا شيخ اسمه الايجينج كولاجين. ده التقنية بالظبط بتاعت الجهاز الهايفو، ده الأعماق اللي احنا بنشتغل عليها في الجلد. هو بيصل الأعماق. طبعا هو مش سطحي بس. لا بالعكس، ما هو ده بقى الفرق بينه وبين جهاز الليزر. ده بيعمل في كذا طبقه من طبقات الجلد، يعني ده بيفرغ الطاقه تحت الجلد اهوت في النقط اللي احنا شايفينها ديت. بغير البروب بتاعه. ليه بتغير البروب؟ عشان ازود العمق او اغير العمق اللي انا شغال عليه. على حسب عليه. كل حاله بقى كده. بالظبط، يعني على حسب درجه الترهل وعلى حسب الحاله نفسها. ده بيعمل على عمق اكتر شويه، وبغيره واعمل على عمق اكتر. هو انا لازم يبقى عندي ترهل عشان اعمله؟ لا خالص، ده في بالعكس، ده في ناس بتعمل النضاره بس. يعني في ممكن ناس تيجي تقول لك انا مثلا عروسه جديده، مثلا عروسه وعاوزه اعمل نضاره قبل الفرح. الجهاز الهايفو بيدي نتائج حلوه قوي في النضاره، مش شرط انه يبقى فيه ترهلات او تجاعيد كمان. وانت بقى اللي بتتحكم في الهيد بتاعته، يعني سواء انت مثلا هتعمل بيها نضاره او هتعمل بيها تجاعيد او بالزبط. هتعمل بيها صح. بالظبط، على حسب الحاله اللي احنا قدامنا. احنا بنغير البروب نفسه، ده زي ما بقول لك ده بيكسر الكولاجين القديم، الحراره بتكسر الكولاجين القديم اللي هو اسمه ايجينج كولاجين، اللي هو الكولاجين القديم ده. احنا مش محتاجينه، مش محتاجينه لان هو السبب في المشاكل. الترهل ده جاي من نتيجه اللاكستي، حصل في الجلد ترهل نتيجه ان الكولاجين نفسه ما عادش الشبكه بتاعته ما عادش زي الاول، ما عادش مرنه. الكولاجين ده يا جماعه للناس اللي ما تعرفش يعني ايه كولاجين، يا دكتور هشام نوضح لهم يعني ايه كولاجين. الكولاجين الماده اللي بتدي للجلد المرونه والمتانه بتاعته ويفضل ثابت في مكانه بدون ترهلات. مجرد ما يبتدي يحصل فيه ايجنج، بيشيخ الكولاجين ده، بيبتدي يتكسر، يبتدي الجلد يحصل له ترهل او يفقد المرونه بتاعته. تمام. فبالتالي احنا لما بنكسر الكولاجين القديم بنعمل تحفيز للجسم او للجلد ان هو يبتدي يكون الكولاجين الجديد. طبعا الكولاجين الجديد بيتكون، بيبقى فيه جلد بيرجع له مرونته الاولانيه تاني، الالاستيسيتي بتاعته بترجع مره تانية، شكله بيبقى افضل واحسن. طيب احنا يعني من اسباب بقى الترهلات ان الكولاجين ده الماده دي بتنقص في الجلد فتروح عامله الترهلات دي، مظبوط كده؟ بتنقص او تشيخ الايجي كولاجين، اللي هي العوامل اثرت عليها فحصل لها ان هي اتكسرت.
طب هل بيستخدم لناس معينين؟ يعني في ناس طبيعه جلد معينه ممكن الهايفو ده يستخدم ليها وناس تانية لا؟ لا، الهايفو بيستخدم مع اي طبيعه جلد، بس احنا بنفضل ان احنا نستخدمه من سن 18 سنه، يعني ممكن حتى من اي سن فئه عمريه، بس احنا بنفضل من سن 18 سنه نبتدي نستخدمه. لكن لون البشره والحاجات ديت ما بيأثرش خالص مع جهاز الهايفو. وهو طبعا الحوامل ما ينفعش ان احنا نستخدم معاهم الهايفو برضو. لو في ناس عندها امراض جلديه معينه، امراض جلديه مزمنه، برضو ما ينفعش نستخدم الهايفو. لكن غير كده اي حد ممكن نستخدم معاه هايفو في اي سن. يعني هو جلسات، هي جلسه كده وبيقعد بيمشي على الايه الوش كده، في اي احساس بالم او اي حاجه؟ بيبقى في حاجه بسيطه جدا، واحنا بناخد مسكن وما بيبقاش في اي الم ولا اي حاجه. الاول الجهاز القديم اللي هو الفيرست جنريشن بتاع الاجهزه ديت كان فيه الم. دلوقتي لا، طبعا الالم قل خالص مع الاجهزه الجديده اللي هي متوفره عندنا دلوقتي. واحنا كمان عشان المريض ما يحسش باي حاجه، احنا بندي حاجه مهدئه بسيطه كده، بحيث ان هو نعمل الجلسه هو يبقى كله مرتاح وياخد نتيجه كويسه. هي جلسه واحده اللي بتتعمل؟ هي جلسه واحده بس. مدتها قد ايه؟ الجلسه تقريبا بتاخد من 45 دقيقه لساعه على حسب الاماكن احنا هنشتغل عليها. الجلسه ديت بتدي نتيجه فوريه في حدود 20% ساعه يوم الجلسه. بس التحسن بيفضل مستمر معاكي لغايه يوصل لست شهور كامله. هو يعني احنا ما معناش صور؟ في صور معانا، صور. طب نشوفها. نشوف نتائج الهايفو معانا. بيشتغل معاكي لمده 6 شهور، في تحسن كل يوم عن يوم. ويستمر بقى معاكي من سنتين لثلاث سنين. من سنتين لثلاث سنين؟ بالظبط. يعني انا اعمل جلسه واحده مدتها 45 دقيقه تستمر معايا من سنتين لثلاث سنين؟ من سنتين لثلاث سنين، على حسب بقى الفئه العمريه اللي هي جات لك فيها ساعتها. يعني دي مثلا ده منطقه الدقن وكده، اللي هي الدبل تشين. شوفي النتيجه بيفور وافتر بقى. النتيجه دي انت بتاخديها في خلال وشها كمان على فكره شهور. معمول وشها معمول برضه؟ ما هو طبعا وشها معمول. احنا على فكره بنعمل الجلسه عاده بنعمل على الوش والرقبه. دي يا جماعه نتيجه جلسه واحده بس من جهاز الهايفو. بالظبط. دي هايله. بس انا عاوز يعني اعرف الناس ان النتيجه ما بتبقاش فوريه ساعتها. انت بيحصل في خلال قد ايه يحصلوا على النتيجه شهور. دي 6 شهور. طيب نشوف اللي بعدها. حلوه دي برضو. نفس الجلسات على الرقبه، على منطقه الرقبه، لان هي فعلا دي ابروفد من منظمه الصحه والاغذيه الامريكيه. ان هي من افضل طرق شد الرقبه. هاي يا جماعه، اي حد عنده مشكله في رقبته بالشكل ده يقدر يستخدم جهاز الهايفو من جلسه واحده. ما بتحتاجش جلسات تاني؟ لا، ما بتحتاجش جلسات تاني. واحنا بنفضل ان احنا نعمل هي جلسه واحده. ليه بقى؟ لان في بعض الناس بتعمل كذا جلسه. بس هي فكره جهاز الهايفو ايه؟ ان هو بيكسر الكولاجين القديم ويكون كولاجين جديد. فانا لو عملت جلسه تانية في خلال فتره قريبه هتكسر الكولاجين اللي احنا عاملينه جديد. هتكسر الكولاجين اللي هو بدا يتكون جديد. تعمله مثلا بعد سنه ممكن؟ ممكن لو عاوزه تدي نتيجه اقوى او احسن. ممكن تكرره تاني بعد سنه، ما فيش اي مشكله خالص. طيب هل هو بقى بالشكل ده هو بديل بقى لحاجات كتير يعني؟ طبعا هو في ناس طبعا بتخاف من الخيوط، في ناس بتخاف من الشد الجراحي. طبعا هو بديل، بس في درجه معينه برضو عشان برضو من لا في درجه معينه بتبقى المريض محتاج ليه شد جراحي، يعني في ترهل كبير جدا. انا عارف ان هو مش هيدي نتيجه مع الهايفو، وانا بقول للمريض كده. يعني هو بيجي لي انا بشوف تقييم للحاله برضو، يعني انا ما بسيبش ان هو يختار الحاجه اللي هو شايفها، لا انا بشوف برضو الصح. يعني مثلا واحد جاي وانا شايف ان الترهل عنده عالي جدا، مش هينفع معاه جهاز الهايفو. لا، يبقى ده البديل بتاعه الجهاز اللي هو الشد الجراحي او الخيوط. او الخيوط ينفع الخيوط تتعمل مع الهايفو؟ ينفع الخيوط تتعمل مع الهايفو او فيلر مع الهايفو او بوتوكس مع الهايفو؟ بالظبط، مفيش اي تعارض ما بينهم. بس طبعا لو احنا هنعمل فيلر مع الهايفو، احنا بنبتدي بجلسه الهايفو الاول وبعد كده نشتغل بالفيلر. لان احنا لو عملنا العكس، لو حققنا فيلر وجينا نعمل بعده هيكسره، فمش هيدي نتيجه، ما بيبقاش في نتيجه كويسه. يعني تعمل الهايفو الاول، نعمل الهايفو الاول الجلد الاول، بعدين تروح عامل الفيلر. ونعمل فيلر نملى الفراغات اللي موجوده اوريدي تحت في الجلد نفسه. طب هو يا دكتور الجهاز ده ممكن يستخدم لأماكن تانية في الجسم ولا بس الوش؟ هو طبعا بيستخدم في أماكن تانية، بس بنستخدم راس تانية. يعني في بروب 8 ملي ده اللي بنستخدمه كبيرة. لأماكن بيدي على عمق أعلى شوية، يشد بقى مثلا لو رجلين مترهلة يشدها. بس لدرجة معينة برضو، يعني لأن المنطقة دي بيبقى فيها دهون كتير قوي. يعني لو فيها كمية دهون بسيطة يشدها. يعني بنسبة كام في المية ممكن يشد؟ يعني نقول ايه؟ هو على حسب الحالة اللي جاية لي. يعني لو الحالة فيها دهون كتير، حالة متوسطة، متوسطة بيعمل معاها من 40% لـ50%. طب حلو قوي، حلو قوي ان هو يشد بنسبه 50%. ده كويس جدا، مش وحش. بالظبط، هو ما انا بقول على حسب الحاله نفسها بيبقى. ده لو رجل يعني بتكلم في رجل، لكن الوش بيشد. لا زي ما انتوا شفتوا كده، بيشد بنسبه حلوه قوي في الوش، وبيدي نضاره كمان. يعني مش مجرد شد للوش، لا هو بيدي نضاره كمان للجلد نفسه. انا في حالات كتير قوي بتيجي تعمل الجلسه، بعد الجلسه بيومين ثلاثه بتحس ان هي بدات افضل. يعني هي الجلد لسه ما تشدش. لا ده الهايفو ده انا عايز اقول لك ستات كتير جدا دلوقتي بتعمل هايفو. بالظبط،
لأن وناس معروفة وناس مش معروف يعني في لا في إقبال شديد على جهاز الهايفو ده قوي. مهما كان هو عملية نوت انفيزيف يعني هو أولا هي جلسة مش عملية مش عملية تدخلية يعني أنا ما بعملش فيها ما فيش إبرة بتيجي في وش المريض ما فيش مشرط ما فيش أي حاجة. في ناس عندهم فوبيا من كلمة عملية نفسها بيخاف من كلمة عملية نفسها فلما أوفر له بديل كويس وآمن هو كل التقنيات اللي بتعملوها مش عمليات بالظبط هو مفيش حاجه فيها عمليات غير انه شد الوش بقى انه الوش جراح لكن الخيوط ما هيش عمليه لا الخيوط مش عمليه الفيلر مش عمليه البوتوكس مش عمليه بس في ناس بتخاف من شكل الابره من شكل الابره نفسه مع ان الخيوط مش مؤلمه خالص يعني مفيش نسبه الم في الخيوط خالص يعني بس في ناس بتخاف بس من شكل الابره بيبقى عندها فوبيا. مش بتدوهم مخدر؟ بندي مخدر طبعا موضوعي طبعا اذا الهايفو من احدث الاجهزه الموجوده دلوقتي واللي في اقبال شديد جدا عليها. خلينا نتكلم عن حاجه تانية البلازما جيت. يعني ايه بلازما جيت؟ بص هو البلازما جيت ده جهاز بيعمل تأين في الجزيئات الهواء اللي موجوده فبيعمل شراره بيولد شراره الشراره ديت بتبقى بينها وبين الجهاز بينها وبين الجلد اللي احنا بنعمل له الجلسه تقريبا ملي واحد بس. الشراره دي بتعمل حرق موضعي في نقطه صغيره جدا في الاماكن اللي احنا بنعمل فيها فبيعمل شرينكش بيعمل اللي هو تقلص في الجلد نفسه فيبتدي يحصل شد للمنطقه اللي احنا بنعمل عليها. لا انا عاوزه تفسير بسيط يعني ايه شراره تعمل حرق تعمل احنا معانا صور للجهاز. طب هتقولي الصور عشان نعرف نفسر عشان نعرف نفسر بالظبط هي ديت الصوره. الجهاز هو اللي على الناحيه اليمين ده واحنا بنشتغل دايما بيه ان احنا بنعمل شد لترهل الجفون العلويه والسفليه. هو ملي للجفون العلويه ملي للجفون العلويه والسفليه بنعمل نقط بسيطه جدا اهي زي دي مثلا صوره بيفور وافتر الشمال ديت قبل ان شفت تهدل الجفن عامل ازاي ده الصوره اليمين ديت بعد الجلسه فبيحصل فيه شد وشرينكج بيحصل انكماش في الجلد نفسه اللي فوق الجفن اللي بتاع الجلد الجفن نفسه. تمام طيب اللي بعدها نتائج حلوه قوي البديل لها كان الجراحه ده الحاله قبل و10 ايام بعد العمليه وبعدها بثلاث شهور. شوفي الفرق ما بين الصوره الاولانيه والصوره الاخيره هتلاقي فرق كبير جدا. انا حاسه ان هو فرق يعني تحس انه ان هي عامله جراحه. هو بالظبط ده البديل للجراحه يعني الجيت بلازما ده جهاز بديل لجراحه الشد الجفون بدون اي الم بنحط بنج موضعي في المكان اللي احنا هنشتغل عليه بس بنحدد المكان اللي احنا الجلد الزايد بنبتدي نعمل نقط بسيطه جدا عن طريق شراره بتتولد ما بين الجهاز وما بين الجلد دي بتحرق المنطقه في المنطقه المحدده اللي احنا حاطينها عليها بيبتدي يحصل شرينكج للجلد او تبخر للجلد اللي موجود في المنطقه دي. طب هو لما يعمل له انكماش مش هيكرمش؟ لا ما بيكرمش ده بيتبخر الجلد زياده ده بيتبخر مبيبقاش موجود اصلا. اوكي يعني انت بتشد الجلد اكننا شلناه هي الفكره اكنك شلته بعمليه بس مش عمليه بس هي مش عمليه دي حلوه جدا على فكره انا وصلتني الفكره دلوقتي حالا انت بتشيل الجلد الزياده بالظبط عن طريق الجهاز ده بدون عمليه فهو بيدي نتائج اولا هو اي حد يقدر يعمل العمليه دي يقدر يعمل الجلسه ديت هي بتتعمل جلسه ما فيش فيها اي اعراض جانبيه الا شويه احمرار بسيط في الجفن وبنحط كريم عشان يقلل الاحمرار ده ومن تاني يوم بتنزل الشغل او بينزل الشغل عادي جدا ما بيحتاجش ان هو يستخدم اي حاجه بعدها ممكن تلبس بس نظاره عشان تداري شويه بيبقى في نقط بسيطه كده بتظهر بتعمل قشره القشره دي بتقع بعد من 3 لـ5 ايام بعد كده الشخص بيعيش حياته عادي جدا بيحصل يفضل تحسن لغايه في خلال شهر ياخد النتيجه كامله وبتبقى نتائج حلوه جدا. يعني ترهلات الجفن اللي هي بتبقى فوق دي يا جماعه اللي الناس اللي بتمسك ساعات في ناس يعني في ناس بتحس ان هي عينها ضيقه من الترهل اللي الجفون بتسقط على العين بتقفلها بالظبط او اللي تحت كمان او اللي تحت وكمان بنعمل بيه المنطقه اللي هي الكروس فيد اللي هي الفيت اللي هي الخطوط الغراب دي الخطوط الخفيفه اللي ظاهره جنب العين دي برضه بنعمله بالبلازما جيت وبيدي فيها نتائج يعني هو خاص بمنطقه حول العين هو ممكن يستخدم في اي حته على فكره بس احنا بنشتغل بيه في المنطقه ديت بيدي نتائج حلوه قوي فيها يعني هو مش يشتغل على اي حته فيها برضو خطوط يشتغل عليها برضو مفيش اي مشكله خالص بس احنا بنشتغل بيه في منطقه العين ديت كبديل للعمليه الجراحيه اللي هي عمليه شد الجفون الجراحيه. عمليه شد الجفون من العمليات اللي مش سهله يعني طبعا هي مش سهله وبتخاف يعني حته ان مشره تيجي جنب عينك طبيعي ان لازم بتخافي يعني ده مفيش اي منه اي ضرر على العين خالص لا خالص ما هو مش ليزر هو جهاز شغال بتقنيه
بتقنية جديدة بيعمل زي ما قلت لك بيعمل تأين بس، لكن ما فيش منه أي ضرر على العين خالص ولا القرنية ولا أي حاجة. جلسة واحدة يا دكتور؟ هي جلسة واحدة، ممكن نعمل جلسة تانية بعد 3 شهور، بس في أغلب الحالات ما بنحتاجش جلسة تانية. والنتيجة بتبان في ساعتها ولا برضو مع الوقت بتفضل تبان؟ نتيجة حلوة جدا بتبان في ساعتها، ان العيان بعد ما بعد الجلسة بيحس ان فعلا جفونه مشدودة وبيفضل يتحسن زي ما قلت لك، في خلال شهر بياخد نتيجة كاملة. في خلال الشهر يوصل للنتيجة الكاملة. نتيجة كاملة ايا كانت نوع الجلد بقى، ساعات في ناس بيبقى جلدها رقيق شوية، ما فيش اي مشكلة خالص. بس هي في الـ في الـ في الجلد الداكن قوي او الجلد اللي فيه درجه سمار عاليه قوي ممكن بيبقى فيه بريكوشنز معينه في موضوع الجيت بلازما. في تخدير طبعا، في تخدير موضعي مش تخدير كامل يعني. تخدير موضعي بنحطه حوالين منطقه العين نص ساعه، وبعد كده بنمسح المخدر، وبعد كده بنبتدي نشتغل على طول. وعادي الناس تمارس حياتها بشكل طبيعي، تروح شغلها بس تلبس نظاره يعني؟ في اي مثلا تعليمات بتقولها بعد الموضوع طبعا ده؟ في تعليمات بسيطه جدا ما بتعوقش اي حاجه يعني، لا هياخد اجازه من الشغل ولا هيبقى ينعزل شويه في البيت ولا اي حاجه، لا خالص، انت انزل شغلك عادي جدا ما فيش اي مشكله، وهتلاقي نتائج حلوه جدا في فتره قصيره جدا. انا بشكرك يا دكتور هشام على وجودك معايا النهارده، ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقره بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. اعتقد انه السيدات نوعين، في ناس بتدي لنفسها المبررات عشان تهتم بنفسها، وانا اعتقد انه انت مش محتاجه لاي مبررات عشان تهتمي بنفسك. يعني بمعنى مثلا انه لو انت ست بيت ما بتشتغليش لازم تهتمي بنفسك، مش لازم تكوني بتشتغلي عشان تهتمي بنفسك. لو انت كبيره في السن لازم تهتمي بنفسك، مش لازم تكوني شباب وصغيره علشان تهتمي بنفسك. لو انت مش متجوزه لازم تهتمي بنفسك، يعني مش شرط تكوني متجوزة وفي زوج عشان تهتمي بنفسك عشان جوزك يشوفك بشكل كويس، وهكذا. فالموضوع مش محتاج مبررات خالص، اللي بتهتم بنفسها علشان نفسها قبل أي شيء. تاني حاجة إنه في ستات بتدي نفسها مبررات لأنها ما بتهتمش بنفسها، بمعنى إنه هي تقولك أنا ما عنديش وقت إنه أهتم بنفسي،
لا انت كده يعني بتدي نفسك مبرر انك ما تهتميش بنفسك، او بمعنى انا مثلا محجبه ما فيش داعي ان اهتم بنفسي. لا انت بالعكس، انت محجبه، انت لازم تهتمي بنفسك ضعف اللي مش محجبه، لان كل انت وشك ده هو المحور، هو ده اللي باين فيكي. في ناس تانية تقول لك ايه، احنا هناخد زماننا وزمن غيرنا، احنا كبرنا اهتم بنفسي ليه؟ لا انت لازم تهتمي بنفسك، لانك لو مشيتي على الحال ده انت هتصابي بامراض نفسيه كتير جدا مش هتعرفي تلحقي عليها. فانه ندي نفسنا مبررات ان ما نهتمش بنفسنا، ده دي حاجه مش كويسه، ومش محتاجين نبرر للناس احنا بنهتم بنفسنا ليه، لانه دي حاجه بترجع علينا احنا بال 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 بشكل ايجابي مش على اي حد تاني. واكيد احنا كمان لما تبقى روحنا كويسه ونبقى مبسوطين وراضيين عن نفسنا، وكل حلقه بقول الكلام ده، احنا هنبقى مصدر سعاده ومصدر طاقه ايجابيه لكل الناس المحيطين بينا. الاهتمام بالنفس شيء بسيط جدا، مش مطلوب منك انك تعملي مجهود زيادة او اضافي علشان خاطر تهتمي بنفسك، خاصة في ظل ان في تطور كبير جدا في عالم التجميل وفي مستحضرات التجميل بشكل اخص، وتحديدا ماسي دورو جولد اللي بنتكلم عنه كل حلقة، أصبح شيء سهل وبسيط جدا، وأصبح حلم كل السيدات اللي مجربتوش إن هي تجربه، وأصبح يعني حديث كده النسائي ورجالي، كل الناس بتسأل عنه، كل الناس عايزة تعرف تفاصيل عنه، لأنه ببساطة يعني اختراع، أو يعني مش هقول اكتشاف، هو اختراع سهل على ناس كتير جدا حاجات يعني تفاصيل كتير كانت بتعملها، خلاص تلاشت كل التفاصيل دي واصبح في حاجه واحده بس بيستخدموها بترجع بشرتهم شباب تاني، وبتخليهم شكلهم اصغر 10 سنين من عمرهم الطبيعي. النهارده هنتكلم مع ماسي دورو جولد وازاي هو طفره في مجال التجميل، مع ضيوفي الاعزاء دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. اهلا بيك يا دكتوره دينا. ودكتوره حنان الحسيني المدير التطويري في شركات ماسي فارم. اهلا بيك يا دكتوره حنان. يمكن انا قلت انه ما فيش مبرر ابدا عشان الواحده تهتم بنفسها، مش شرط ان هي تكون في هدف، او هي عايزه تتجوز، او هي رايحه نازله شغل، او هي جوزها بيعايرها، او هي مش عارفه ايه ده، يعني هي لنفسها قبل اي حاجه. صح ولا غلط؟ طبعا. زي ما قلت يا يمنى، في بنات كتير فعلا انا عايزه اتجوز فاهتم بنفسي، بعد الجواز تقول لك خلاص انا اتجوزت مش عايزه اللي انا عايزاه، هدفها الاساسي انها تتجوز. هدف الجواز يعني؟ انت لازم تهتمي بنفسك لنفسك زي ما قلتي. ماسي دورو جولد عمل طفره كبيره جدا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل، لانه ملوش منافس، ملوش كومبيتيتور، ملوش حاجه شبهه، ولا حاجه شبهه شويه. لا هو منتج تجميلي علاجي وقائي في عبوة واحدة. ليه ماسي دورو جولد عمل الطفرة دي؟ لأن هو اتصنع في 6 سنين أبحاث، اتصنع بأغلى المكونات في العالم، اتصنع عشان يرضي كل البشر، يرضي ستات، يرضي رجال، يرضي شباب، يرضي بنات، اتصنع عشان نعالج كل المشاكل اللي بتضايقنا فعلا، اللي بتخلي نفسيتنا وحشه، بتخلي مودنا وحش. لا انا مش عايزه اخرج، معلش يا دينا اصل وشي تعبان شويه. على طول بسمع الكلام ده. ماسي دورو جولد طفره في عالم التجميل، والوحيد اللي يقدر يعالج معظم علامات التقدم في السن. كريم واحد، مش 15 كريم، كريم للتجاعيد وكريم للبقع وكريم للهالات السوداء وكريم للنضاره، لا انت بتختصري كل التقنيات دي في عبوه واحده. وانا اسفه ان انا نسيت العلبه بس اعتقد ان الشعب كله يعني مصر كلها اللي بتتفرج والعالم عارفين خلاص شكل ماسي دورو جولد، وفعلا ناس كتير بتستخدمه، واللي ما بيستخدموش وبشوفه ده على السوشيال ميديا احنا بنتمنى يعني اكتر حاجه نفسنا نجيبها هي ماسي دورو جولد. يمكن يا دكتوره حنان انتوا الشعار بتاعكم انك لما تستخدمي او تستخدم ماسي هيبان شكلك اصغر 10 سنين من 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 شكلك الحالي. مظبوط. يعني توصلتوا للشعار ده؟ اكيد في يعني درستوا الموضوع. اكيد طبعا، اكيد. هو ماسي دورو جولد علشان يتصنع يومنا فضل 5 سنين ابحاث، فاحنا فعلا لاحظنا ان كل اللي بيستخدم ماسي دورو جولد بيصغر في السن، وعاده بتبقى المقوله شكله بيصغر. مش هتصغر في البطاقه يعني، اكيد شكله هيبقى اصغر. شكله فعلا بيصغر تقريبا في حدود 10 سنين، فعشان كده كان الشعار بتاعنا ان انت ازاي تبان او ازاي تباني لما تستخدمي ماسي دورو جولد كشكليا اصغر في السن 10 سنين. او في شعار تاني بقى، ازاي نعجز بذكاء، ان مجرد
سنك يبقى سن على البطاقة أو سن على الباسبورت أو كده، ما يبقاش سن حقيقي. يعني سنك الحقيقي في شكلك، فأنت شكلك باين عليك أن أنت أصغر بكتير من سن، فالسن بيبقى مجرد رقم في البطاقة. مظبوط، هو سني في شكلي. اه يعني لو واحدة عندها 80 سنة وسنها صغير خلاص، هي عايزة إيه أساسا؟ هتنسى. صح، هتنسى تبص في البطاقة دي خالص. بتعيش ويعني بتتعايش مع سنها اللي الناس شايفاه واللي هي شايفاه قدام المراية، مش اللي على الورق. طب ايه رأيك في الناس اللي بتدي لنفسها مبررات انها ما بتهتمش بنفسها؟ لا طبعا، لا بالعكس، انا بحس ان لسه كنت عايزة اعلق برضو على الكلام بتاعك يا يمنى، ان الثقة بالنفس وان انت تقدري تدي للعيلة او تقدري تدي لنفسك او تقدري تدي لاولادك بيبقى للشكل. يعني لما بتسمعي كلام حلو هتقدري تدي، هتقدري ان انت تتعاملي مع اولادك. ده العيال ساعات بتحدف دبش. العيال الصغيرين دي صح. ايه يا مامي انت مالك عامله كده ليه؟ ولا انت مش انت شكلك بقى غريب، انت شكلك غريب ليه كده؟ يعني الولاد حتى الصغيرين بياخدوا بالهم، الجمال بيلفت انتباه اي حد حتى الاطفال الصغيرين. يعني الحاجه الحلوه بتخلي الواحد يقول الله دي حاجه ما شاء الله وشها جميل. انا عايزه اقول لك ان انا لما بحط ماسي درجولد عندي في البيت، ابني الصغير بيجي يقول يا مامي انا عايز احط من الكريم اللي عليكي ده، هو مخليكي حلوه قوي. فانا مش عارفه لما تكبر شويه مركزين جدا. ده حتى يعني الولد الصغير حتى لما بيقولي كده والله يا يمنى انا ثقتي في نفسي من جوايا بتزيد وبحب ماسي درجولد اكتر. فعايزه اقول لك فعلا هو طفره كبيره جدا جدا في كل مستحضرات التجميل جوه مصر وبره مصر. والله الحقيقه انا جربت منتجات كتير قوي من بره مصر، فعلا ما لقيتش زي ماسي دروجول. طبعا شهادتي مجروحه اكيد لان انا يعني هيقولوا طبعا عشان هي مدير التطوير. بس مش انا والله، ده الناس كلها اللي فعلا العملاء اللي فعلا جربوا ماسي دروجول. يمكن 80% من العملاء، هقول لك على معلومه يا يمنى، ان 80% من العملاء اللي عندنا اللي بياخدوا ماسي دروجول جربوه قبل كده، اخدوه عايزين ياخدوه لانهم حابين المنتج، حابين غير في شكلهم. فعايزين يستمروا. حلو، اصل ياخد مره وياخد تاني ده معنى كده ان هو هو جمع نتيجه حلوه. بالظبط، جاب معاه نتيجه حلوة. والواحد فعلا ما بيصدق دلوقتي انه يلاقي اي منتج حلو في السوق وماشي مع بشرته. قدر ماسي درجولد انه فعلا يدي نضاره وحيويه من اول دهنه. من اول ما بحط ماسي درجولد على وشي بلاحظ ان وشي ينور قد ايه، يتغير 180 درجه حتى لو ما فيش مشاكل. يعني احنا دايما بنقول ان هو بيعالج التجاعيد وعلامات التقدم في السن، وكمان بيعالج عيوب البشره اللي هي زي الكلف، النمش. حتى في الموديل لو لاحظتي يعني هي مش حاطه اي ميك اب، هي هتدهن دلوقتي ماسي درجولد على وشها، اول ما هتدهن هنلاحظ هي دي طريقه الاستخدام. هنلاحظ فعلا نضاره وحيويه باينه جدا اهو زي ما انت شايفه، هي مش حاطه حاجه. أوكي. فهي يا دوب بس حاطه ماسكره وروج وشايفه الحمار والنضاره والحيويه اللي جايه من اول استخدام مع ماسي دروجولد. طيب دكتوره دينا، يمكن ماسي اتعرف ان هو بالذهب. صح، وفي ناس يمكن انا قابلت حد امبارح فبيقولوا لي ذهب ذهب، يعني احنا لما نحط على وشنا هنشوف ان في ذهب؟ هو تعرف ان في ذهب، بس اللي الناس ممكن ما تكونش واخده بالها منه انه في 56 حاجه ثانيه غير الذهب. طبعا، وكلها مكونات فعاله جدا وقيمتها عاليه جدا، ويمكن المكون الواحد منها ممكن يقام عليه يتعمل عليه منتج لوحده. ماسي دروجولد فعلا في 56 مكون، منهم 23 اكتف انجريدينت، يعني 23 عنصر فعال والباقي ان اكتف. ال 23 عنصر فعال كل عنصر يتعمل في كريم لوحده. فماسي دروجولد طبعا في 56 عنصر، من اهمهم جزيئات الذهب. احنا ليه على طول بناكد على جزيئات الذهب؟ لان ماسي دروجولد فيه جزيئات مش مية ذهب، مش ماسك ذهب. جزيئات الذهب بتدي نضاره من اول دهنه. جزيئات الذهب بتعلي البلاد سيركيليشن، بتعلي الدوره الدمويه، فبتدي نتيجه اول دهنه. بتشوفي وشك وردي، وشك اكنك حاطه بلاشر وانت مش حاطه حاجه خالص. الذهب معروف من قديم الازل، من ايام الملكه كليوباترا كانت بتستخدم الذهب كل يوم قبل ما تنام. الذهب معروف من ايام الطب القديم انه كان بيعالج التهابات البشره لانه فيه انتي انفلاماتوري ايفكت. الذهب معروف انه بيعالج التجاعيد، بيعالج البقع، الهالات السوداء، اي كلف كمان في البشره. طيب خلينا نروح لتقرير ونرجع نستكمل المكونات مع بعض. ماسي دروجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دروجولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دروجولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد،
والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتوره حنان, يمكن من المكونات الاساسيه اللي ماسي هي الكافيار بخلاف الذهب. واحنا عارفين ان الكافيار ده يعني المكون بتاع النجمات العالميات, صح؟ وهم ما بيقدروش يستغنوا عن الكافيار وبيستخدموه على بشرتهم دايما. قولي لي الكافيار دوره ايه بقى, يعني بيعالج ايه؟ تمام, هو فعلا نجوم ونجمات هوليود يا يمنى بيستخدموا الكافيار, منتجات الكافيار, يعني في منتجات قايمه على الكافيار بس. ما بالك عندنا في ماسي دورو جولد هو مكون من ضمن 56 مكون موجودين في ماسي دورو جولد. الكافيار بيعمل ايه؟ نمره واحد, بيعالج التجاعيد. الكافيار بيعتبر من اهم المكونات اللي بتقدر تعالج التجاعيد, التجاعيد اللي بتظهر في منطقه الجبهه, اللي بتظهر تحت العين لما بنيجي نبتسم, او بتبقى حوالين الفم في النيزوليبيال. فالكافيار من الحاجات المهمه جدا لعلاج التجاعيد. الكافيار بيقدر يدي البشره نضاره وحيويه, وده السر وراء ان احنا اول ما بنستخدم ماسي دورو جولد بنلاحظ نضاره وحيويه في بشرتنا. ده بيرجع لوجود جزيئات الذهب عيار 23 وكمان لوجود الكافيار. هو بيفتح يا دكتوره حنان, ايه الحاجه اللي بتعمل تفتيح؟ لانه في ناس كتير جدا بتبعت لي عاوزه عندها مشاكل غمقان, سواء بقى هالات سودا, دي كارثه كارثه, يعني ثلاث ارباع الناس عندها هالات سودا, او الكلف, تمام, او لما بيخسوا بيغمقوا, او بيبقوا تعرضوا للشمس, او انت عارفه حتى لما بيقفوا يعملوا الاكل كتير قدام الحراره, ده برضو بيغمق طبعا. الوايتنينج ايجنت هو واحد من ضمن 6 اكشنز بيعملهم ماسي دورو جولد اللي هو التبييض, بيفتح اي غمقان زي ما انت قلتي ناتج عن اي سبب يمنى. ده بيرجع لايه؟ اي مضاد اكسده او اي مكون فيه مضادات اكسده انتي اوكسيدنت بيفتح لون البشره. الذهب عندي غني جدا بمضادات الاكسده, يبقى الذهب رقم واحد في التفتيح. الكافيار غني جدا بمضادات الاكسده وغني بالبوتاسيوم والسيلينيوم, فبرضه بيستخدم في التفتيح. السيراميد بيفتح, الهيالورونيك بيفتح, الدايميثيكون بيفتح. كل المكونات اللي عندي في ماسي دورو جولد بتلعب دور هايل جدا في التفتيح اللي ناتج عن البقع الغامقه والتصبغات الجلديه. طيب دكتوره دينا, يمكن في ناس كتير بتسال, طب هي النتيجه حلو الكلام اللي بيتقال وحاجه لطيفه جدا, طب هل انا بقى هحس بالنتيجه اول ما استخدمه؟ يعني انا لو عندي تجاعيد هتروح اول ما استخدم ماسي؟ لا طبعا. مفيش لك لا ماسي ولا اي كريم في العالم هتحطيه هيشيل تجاعيد. الحاجه اللي بتشيل تجاعيد اون ذا سبوت هو الفيلر. بس بعد شهر بتبتدي تحسي بالتجاعيد, بعد الشهر الثاني. ماسي دورو جولد بتشوفي تحسن كل شهر في التجاعيد عن الشهر اللي قبل. اول يعني ما بيتعرضش مع البوتوكس والفيلر اطلاقا. بالعكس, انا بنصح اي حد, ستات, رجال بيستخدموا او بيحقنوا فيلر وبوتوكس لازم يستخدموا ماسي, لانه بيعزز مده الحقن وكمان بيطول مفعول الحقن. بالنسبه للتجاعيد بتشوفي تحسن اول شهر,
بس ما بتختفيش. الشهر الثاني بتشوفي تحسن اكتر، الشهر الثالث بتشوفي تحسن اكتر. لو تجاعيد سطحيه من بعد الشهر الثالث بتشوفي تحسن ملحوظ قوي. تمام. لو تجاعيد عميقه بتشوفي بعد الشهر الثالث تحسن. بس لازم تاخدي الكورس كامل عشان التجاعيد العميقه بتاخد فتره اطول. وممكن لو انت عندك تجاعيد عميقه او اي حد عنده تجاعيد عميقه مش عايز يحقن فيلر وبوتوكس، بنصح باستخدام عبوتين من ماسي عشان يكمل الكورس لازم. يعني هو كورس علاجي يا جماعه. طبعا طبعا. بالاضافه الى انه تجميلي. تجميلي طبعا. صح كده؟ ووقائي. وقائي. ماسي دروجولد بيعمل وقايه لانه بيحتوي على مضادات اكسده. الانتي اوكسيدنت بتلتهم الخلايا الحره اللي بتعجز وبتعمل رينكلز وبتعمل بقع. عشان كده على طول بقول ماسي دروجولد وقايه لانه بيعالج المشكله وبيعمل وقايه من زورها حتى بعد ما بتخلصي الكورس. بيعمل وقايه بس انت طبعا لازم تساعدي نفسك. يعني خلصتي كورس ماسي، لو نزلتي الشمس هتحطي سان بلوك، تشربي ميه كويس، الاسترس بيبان قوي، اهتموا بقى شويه بالظبط. لكن طبعا في عملاء كتير اوريدي بيبقوا ادكت او مدمنين لماسي دروجولد، حبوه قوي، فطبيعي ان هم بيكرروا العلبه. ممكن انا مع ناس يقول لي يا دكتوره دينا ده غالي جدا. لا ده تلات ارباع الناس بتقول ده الحقيقه يعني. يمنى عارفه لما تفكري انك انت بتختصري 10 كريمات في كريم واحد. كريمات المستورده اغلى من ماسي على فكره. لو نزلنا اي ماركت في تجميل هيشوفوا حاجات اغلى من ماسي. ماسي كريم ايطالي صح؟ ماسي كريم ايطالي، الصنع كله، الباكج، التصنيع، وانا رحت المصنع بنفسي وحضرت مراحل التصنيع، حاجه في قمه الجمال يعني. والتقنيه العاليه جدا. وكمان متصنع بسر تركيبه مش هتلاقيها في اي كريم تاني، ان الجولد بارتكلز موجوده في كل الكريم. مش عشان هي اتقل فهي تحت، او انت عايزه ترجي، انت مش محتاجه تركي الكريم كمان. طيب اذا يعني ماسي الذهب متوزع فيه طبعًا. يعني كل المكونات متوزعه، معنى كده ان انا كل ضغطه هضغطها هتنزل لي المكونات دي كلها. 56 مكون. مش محتاجه ارج العلبه يعني ولا. في ناس يقول لي يا دكتوره دينا ده ذهب، اقعد ارج. أيوة. احطه في الثلاجه ولا اي حاجه. انت بتضغطي 4 ضغطات على كف ايدك. وانس انك حطيتيه على وشك بتحسي على فكره احساس السخونيه بتاعت ماسي حلوه يعني. ده دوره دمويه يعني. تدفق طبعًا الدوره الدمويه طبعا بيبقى احساس حلو ان وشك البلاد فيسلز فيها تدفق دم. وبتشوف يعني. انت على طول بقول اي حد بيستخدم ماسي بصي على نفسك في المرايه، وانس انك حطيتي ماسي بعد دقيقه بتشوفي الروزي لوك الحلو قوي. وفعلا بعد فتره هتلاقي نفسك مش هتحطي طبقات الميك اب اللي انت بتحطيها كنت على طول. طيب دكتوره حنان، يمكن في ناس كتير بتقول طب اضمن منين بقى ان انا اجيب نتيجه معايا؟ وخاصة ان احنا لازم نقول لهم انه ماسي منتج مرخص. مظبوط. يعني ده اعتقد انه ده ممكن يبقى ضمان كويس جدا. طبعا، ولما كمان يكون ضمان اكتر لو مرخص من 3 جهات مختلفة. ماسي دروجولد الحقيقة يومنا حاصل على 3 تراخيص من 3 جهات مختلفة، كل واحدة فيهم في جهة. فماسي دروجولد حاصل على تصريح وزارة الصحة المصرية اللي هي The Egyptian Ministry of Health. كمان ماسي دروجولد حاصل على تصريح من حكومة دبي، وحاصل كمان على تصريح من دول الاتحاد الأوروبي. فماسي دروجولد حاصل على 3 تصاريح من 3 جهات مختلفة، خليته المنتج الأقوى في العالم، المنتج المضمون اللي ليه فعالية من 3 جهات مختلفة ما لهمش علاقة ببعض. كلهم أخدوا عينات عشوائية من ماسي دروجولد، حللوها على جميع أنواع وألوان البشرة، وجدوا فعلا ان هو المنتج رقم 1 في علاج التجاعيد وعلامات التقدم في السن وعلاج جميع عيوب البشره. في حاجه كمان برضو يا امنا، ان ماسي دروجولد احنا دايما بنقول انه بيحتوي على جزيئات الذهب عيار 23، فاي حد هيشتري برضو. في سؤال تاني ولا هو ماسك بقى ولا هو بالظبط ولا هو ماسك ولا ميه ذهب. في سؤال تاني بنتساله يقول لك اضمن منين ان جزيئات الذهب او الذهب اللي موجود في ماسي دروجولد ده ذهب حقيقي جزيئات ذهب؟ اي حد هيشتري ماسي دروجولد اول ما بفتح العبوه بلاقي شهاده ضمان، دي حاجه بتضمن لي شهاده ضمان من المصنع في ايطاليا او سيرتيفيكت جارانتي ان الذهب الموجود في ماسي دروجولد هو جزيئات ذهب عيار 23. طيب ليكوا فروع في اماكن كتير صح؟ احنا لينا كذا فرع موجود في جميع انحاء العالم. عندنا الفرع الرئيسي اللي هو احنا قلنا ان ماسي دروجولد متصنع في ايطاليا، فالفرع الرئيسي ماسي فارم ايطالي. في عندنا فرع داخل جمهوريه مصر العربيه مقره القاهره اللي هو ماسي فارم ايجيبت، وفي عندنا فرعين في دبي، ماسي فارم جلف وماسي فارم كوزماتكس لمستحضرات التجميل. في فرع اخر ان شاء الله في USA في مقره في ولايه فيلادلفيا، ده ان شاء الله قريبا تحت الانشاء.
دكتوره دينا، هل التواصل معاكم بيكون سهل؟ يعني انا اعرف ان انتم مش حاطينه في الماركت. ليه؟ اولا ليه انتم يعني مش حاطينه ان اي حد ممكن ينزل يشتريه من اي مكان؟ ماسي هيدروجولد منتج فخم جدا، منتج شركه ماسي فارم تعبت فيه 6 سنين ابحاث، فبنخاف من التزييف والغش التجاري. لكن اي حد عايز يحصل على ماسي هيدروجولد بطريقه سهله جدا، ارقامنا ظاهره على الشاشه، عندنا ارقام على الشاشه خاصه بجمهوريه مصر العربيه، عندنا ارقام خاصه بجميع انحاء العالم برضو عن طريق الشاشة، وكمان عندنا صفحات على الفيسبوك عليها أرقام موجودة على الشاشة وأرقام تانية مختلفة. أي حد يقدر يحصل على ماسي دروجولد من خلال هذه الأرقام، لكن هو فعلا مش موجود في الماركت. وحاجة سهلة قوي يومنا، يعني ممكن سيدة مش قادرة تنزل بقى في الحر وتنزل في الزحمة تدور، هي وانس انها كلمت في التليفون المنتج بيوصل في نفس اليوم. يعني عندنا المحافظات القريبة في نفس اليوم، عندنا القاهرة في نفس اليوم، لو محافظة بعيدة شوية زي الصعيد مثلا بيبقى تاني يوم على طول، فحاجة سهلة قوي يعني. بيجيلك طبعا شركة ماسي فارم موفرة مندوبين في جميع أنحاء الجمهورية، وأوريدي احنا بنوصل لجميع أنحاء العالم. عندنا شركتين في دبي ليها أرقام مختلفة برضو موجودة على الشاشة، وأي حتة في العالم تقدر تتكلم من خلال الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. طيب نروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. اعتقد انه الاهمال هو العدو الاول اللي بيقف قدام سعاده اي واحده. مظبوط. وهي اللي بتعمل في نفسها كده طبعا، محدش بيعمل فيها كده، يعني هي اللي بتهمل في نفسها وبعدين تيجي تشتكي من انه هي نفسيتها تعبانه، او ان هي عندها مشاكل اسريه وزوجيه، او ان هي مش قادره تتعامل، او لانه انت عارفه انه في ناس كتير جدا بسبب انه عندها مشكله مثلا في وشها ممكن تنعزل تماما عن المجتمع. ممكن انا شفت سيدات كتير جوزها مثلا يجي يقول لها تعالي عندنا مناسبه مثلا عيد ميلاد او فرح، او تقول له لا لا انا مش عاوز اروح، روح انت. واكيد انتوا في نماذج بتشوف ده بعينيها او بيحصل لها ده، هي نفسها بيحصل لها ده.
تعالي مثلا نخرج، لا انا ماليش مزاج اخرج. فالموضوع بيتحول لان هي بتنعزل عن نفسها وبتدخل في 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 مرحله اكتئاب. والكلام ده على فكره انا مش بافور ومش بقول انه ما بيحصلش، الكلام ده بيحصل، ورسائل بتتبعت لي انا شخصيا من بنات وسيدات كتير جدا عندهم مشاكل نفسيه كبيره بتصل لحد الانفصال، لانه هي اهملت في نفسها وهي بتعترف انها غلطت ومش عارفه بقى تلاحق بعد كده تعمل ايه. يعني هي مش عارفه تعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، وتقولك انا خلاص الموضوع خرج من ايدي وانا مش عارفه اعمل ايه. والبدايه طبعا هي بتبقى في الوش، يعني الوش ده بيبان عليه كل حاجه. لو شويه اجهاد قد كده او شويه زعل او بتاع بيبانوا على الوش. فانت ايه رايك في النماذج اللي زي دي يا دكتوره حنان؟ صح فعلا موجوده يا يمنى جدا النماذج اللي انت بتقولي عليها دي، وخصوصا لما بتبقى مناسبات اسريه، يعني فرح، عيد ميلاد، مش عارف ايه، لا انا مش هينفع اروح الفرح. في ناس في والله عرايس بيأجلوا مناسبات، يعني مؤجلوا ميعاد الفرح علشان وشها في مشاكل تعبان عشان فاحنا دايما بنقول يا يمنى ان احنا نلحق المشكله من اولها احسن بكتير جدا يا جماعه من لما نستنى وبعد كده ناجل وما نروحش بقى مناسبات وتحصل مشاكل كتيره جدا من ورا الموضوع. هي المشكله دي مرتبطه بسن؟ يعني اللي انا عايزه اقوله من الكلام ده انه في ناس كتير بتحصل لها مشاكل تقول لك لا انا لسه صغيره انا ما استخدمش الحاجات دي دلوقتي. بالعكس هو كريم مرتبط بسن؟ بالعكس، لا بالعكس ده يعني عايزه اقول لك ان احنا كل ما بنستخدم الكريم او بنهتم ببشرتنا في سن صغير كل ما بيظهر نتيجه الاهتمام ده بتظهر على طول في وقتها، مش بيحصل اي مشاكل في البشره. يعني من سن 18 سنه بنقدر نستخدم ماسي دروجول. هتقولي 18 سنه ده سن صغير قوي؟ هيقولك بدري. هيقولك بدري 18 سنه. بالعكس احنا دايما بنقول ان ماسي دروجول ده احنا قلنا في الاول انه كريم يا جماعه علاجي تجميلي وقائي، علاجي في مشاكل كثيره جدا بتظهر في سن 18 سنة بتبقى محتاجة علاج، من أهمها آثار حب الشباب اللي ناتج عن فترة المراهقة. الهالات السوداء مش مرتبطة بسن أبدا يا يمنى، بالعكس الهالات السوداء بتظهر كمان في السن الصغير أكتر من لأنهم أكتر سن بيبقى فيه سهر، بيبقى فيه مذاكرة، بيبقى فيه حتى في الأجازة بيسهروا بتاع، فبتظهر الهالات السوداء. كمان عندك الكلف النمش بيظهر في سن صغير من أقل كمان من 18 سنة. فإحنا دايما بنقول إن ماسي دروجولد بنستخدمه من سن 18 سنة فما فوق لحد 80-90 سنة. لا ولا ضرر خالص ان نستخدمه بدري؟ بالعكس خالص، بالعكس ده هو بيدي هيعالج اي مشاكل موجوده في البشره بالاضافه الى الوقايه من التجاعيد في السن الصغير. انه تعالي اتفرجي على واحده بتستخدم ماسي دروجولد من وهي عمرها 18 سنه وتفرجي عليها بعد سنتين ثلاثه واحده ثانيه 18 سنه برده ما استخدمتش ماسي دروجولد للوجه، فهتلاقي ان دي مثلا لما بقى عمرها 25 دي مش باين عليها اي تجاعيد، وشها صافي تماما في نضاره وحيويه، والثانيه بدات التجاعيد تظهر، بدات علامات التقدم في السن تظهر، الخطوط التعبيريه، المشاكل بقى الكتير بقى الكلف والنمش القصص دي كلها. طيب انا عاوزاكي تقولي للساده المشاهدين يا دكتوره دينا ببساطه شديده جدا ونبسط لهم الموضوع، هو بيعالج ايه؟ يعني انت لو استخدمتي ماسي وعندك مشكله ايه هتتحل مع ماسي؟ ماسي دروجولد بيعالج معظم علامات التقدم في السن. هو اوريدي 6 اكشنز مكتوبين على علبه. اول حاجه انتي رينكل، يعني بيعالج التجاعيد. انتي ايج، بيحارب شيخوخه البشره. وايتنينج، والوايتنينج ده مهم قوي، تفتيح البشره. يقدر يعالج هالات سوداء، كلف، نمش، بقع ناتجه عن الشمس. نورشنج، بيعمل نضاره عاليه قوي والنضاره بنشوفها من اول دهله. موسترايزنج، بيعمل رطوبه عاليه قوي للبشره. وفيس ليفتنج، ماسي دروجولد يقدر يشد الجلد كمان بس الترهلات البسيطه، ما بتكلمش على ترهلات شديده يعني. طيب الرجال كمان ممكن يستخدموا ماسي؟ طبعا ماسي دروجولد مناسب جدا للرجال. عندي عملاء كتير عندنا في الشركه رجال كتير بتستخدم ماسي، ويمكن في رجال تقول لي خلاص انا هشتري العلبه ليا ولمراتي. انا بنصح ان العلبه تبقى كورس لفرد واحد. لو حضرتك هتشتري علبه ليك وللمدام قبل ما تخلص العلبه بتشتري العلبه. بيوفر برضه هو صح؟ انا حاسه كده بقى هو ظروفه مش سامحه غير ان هو يشتري علبه، هو عايز هو يحطها ومراته تحطها. بقول لهم انا ما عنديش مشكله حطوهم انتوا الاثنين بس قبل ما العلبه تخلص اشتروا العلبه الثانيه على طول. طيب يمكن يا دكتوره حنان في ناس كتير بتقول انه ده الكلام اللي بتقولوه ده جميل بس ده بتاع ناس معينه مش بتاع الناس البسيطه او العاديه اللي ممكن تكون بتتفرج عليه. هل الموضوع لا بالعكس يا يمنى، بالعكس انا عايزه اقول لك في نقطه مهمه قوي. احنا دايما احنا حتى كناس عاديين بنبقى بنحب دايما نتشبه بنجوم هوليود، بنشوف مثلا هي لابسه ايه، هي عامله ايه، حط بتستخدم ايه لوشها. فمش عيب ابدا ان انا اكون من طبقه متوسطه او طبقه عاديه او طبقه بسيطه واشوف ازاي اقدر اهتم بنفسي زي ما الناس او النجوم الكبار بيعملوا. فماسي دروجولد قدر فعلا يوفر لنا الفرصه دي، وانه اي حد في جمهوريه مصر العربيه او في جميع انحاء العالم
العالم عايز ماسي درجول هيقدر انه يحصل عليه. فاحنا فعلا ودي حقيقه. يعني انا عايزه اقول لك احنا ما شاء الله في ناس كتيره جدا عندنا في محافظات وجه قبلي، محافظات وجه بحري، في جميع انحاء الجمهوريه، في الكفر، في النجع، بنوصل لكل الناس. ففعلا شركه ماسي فارم قدرت توصل لكل الناس اللي موجودين في اي منطقه، سواء كانت بسيطه او منطقه شعبيه ما يلاقوش خالص، بالعكس احنا بنوصل لحد باب البيت. وعايزه اقول لك ان انا فوجئت من ردود افعال الناس اللي هم في محافظات وجه قبلي او في بحري من ماسي درجولد، من طبقات عاديه او متوسطه. قد ايه ماسي درجولد فرق معاهم جدا يا يمنى، وبقوا مبسوطين وبيقولوا احنا حاسين ان احنا بقينا زي النجوم وزي الناس المشاهير. طيب هنروح لتقرير ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يمكن قلته في حلقات سابقه انه مع استخدام الواحده الماسي هي مش هتحتاج لميك اب. صح. انت عارفه انه في يعني الاف السيدات بتصرف كل اللي وراها واللي قدامها على الميك اب عشان تداري. صح. فافتكر الشريحه دي اللي هي بتصرف في الميك اب كتير قوي دي مع ماسي هي هتقلل النفقات كتير قوي في موضوع الميك اب ده. طبعا. وبعدين انا بحب الشكل الناتشرال يا يمنى. يعني هي فعلا في سيدات كتير بتحط ميك اب عشان تداري، بس بتنزل وتخرج مع اصحابها باينه حاطه ميك اب، وبالنهار الميك اب بيبقى بشع. صح. انا بشوف الميك اب بالنهار بيبين كل بيبين العيوب، وبيبقى باين في طبقات جبس على يعني. أيوة. بيبقى تقيل قوي. هو بيبقى باين جبس. ما بقاش فيه الوش الروح الحلوة، يعني الروح بتطفي مع الميك اب. الحلو في ماسي انك انت بعد فترة من الاستخدام هتلاقي نفسك بتقللي طبقات الميك اب واحدة واحدة. يمكن لو الهالات السودة بتقعدي كتير بتغطي بتلات حاجات، بتحطي حاجة غامقة الأول في الميك اب، وبعد كده تحطي اللون جلدك، وبعد كده تحطي افتح، وبعد كده تحطي باودر. يا خبر ابيض، ده الموضوع كبير قوي. ده تحت العين بس. يا خبر اسود. فتخيلي انت بتشيلي بقى الكلام ده، وبعدين ده مؤقت، انت وانس انك غسلتي وشك كل المشكله بترجع. احنا عايزين نصحح الوش والبشره والكواليتي بتاعت الجلد، عايزين بشرتنا تبقى صحيه، مش محتاجين كل الطبقات دي. وبعدين لو ممكن تبقي حاطه ميك اب وبعدين نازله في الشمس
الموضوع يسيح بقى طبعا وبتبقى مشكله كبيره. لكن كمان بنصح فيه لستات كتير بتحب الميك اب، استخدمي ماسي دروجولد قبل الميك اب. الميك اب ساعات بيجهد بس البشرة. هو مش بيز، هو مش كريم اساس يعني. لا 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 مش كريم اساس، بس هو بيعمل طبقه عازله من اختراق الميك اب للبشره. لكن بعد فتره من استخدام ماسي دروجولد هتلاقي نفسك زي القمر، محتاجه ماسكرا، محتاجه روش، ولا حتى بلاشر ولا فاونديشن، هتلاقي نفسك نازله. الناس بيبقى ارقب كتير يا جماعه قوي على طبعًا. فكره ارقب كتير قوي لما ما تحطيش حاجه غير مثلا تحطي شويه ماسكرا كده وتحطي الروش. روش بس ماسي دروجولد ما بتحطش على البق، عشان يمكن عملاء سالوني عشان هو في فيلر. فيلر وبعدين بيقول هو ما بينفخش نفخة أو يعني ما بيديش نفخة الفيلر، هو بيدي نضارة. يعني الفيلر الموجود في ماسي بيعالج التجاعيد وبيدي نضارة. بنصح بأي حد هيعمل رجيم داخل عمليات سمنة لازم يحط ماسي دروجولد كوقاية من ان الوش يبقى شاحب، دي حاجة مهمة قوي. عايز اقول الستات الحوامل سيف جدا نستخدم ماسي دروجولد من بعد الشهر الثالث. معنى كده انه الوان بقى البشره كلها وانواعها بالظبط مناسب ليها، مناسب فعلا لجميع انواع والوان البشره. زي ما قلنا في الاول يا يمنى ان ماسي دروجولد هو كورس علاجي، ودايما بناكد على كلمه علاجي لانه صعب قوي تلاقي في الماركت منتج علاجي تجميلي وقائي. او الحقيقه هو ما فيش في الماركت علاجي تجميلي وقائي، عاده يا اما بيبقى علاجي لوحده يا اما تجميلي يا اما وقائي. فاحنا فعلا ماسي دروجولد قدر يجمع ما بين الثلاث كيفيات او الثلاثه ميكانيزم اللي هو العلاجي تجميلي وقائي، وما دام علاجي يبقى هيستخدم لجميع انواع والوان البشره من غير تفرقة. هقول لك حاجة، لما بيبقى مثلا انت بشرتك بيضة مثلا ما شاء الله يا يمنى، حد تاني بشرته سمرة، فطلع لك كمان عاملة انت عاملة تان بقى فلو عندك مثلا حباية او حاجة وحد تاني عنده نفس الحباية، وانا هديكي دواء، فهل انا هديكي دواء مختلف عن حد اسمر؟ لا، انا هدي نفس الدواء. ليه؟ لانه علاج. نفس الحاجه في ماسي، فماسي بيصلح لجميع انواع والوان البشره، يعني بيصلح للبشره البيضاء، البشره السمراء، البشره الخمريه. كمان بيصلح لجميع انواع البشره اللي هي النوع بقى، البشره الجافه، البشره المختلطه، البشره الدهنيه، والبشره الحساسه. ففعلا ماسي دروجولد قدر يجمع ان اي حد يقدر يستخدم ماسي دروجولد من غير اي سايد افكت او من غير اي اثار جانبيه. طب البشرة الجافة وعارفين ان هي بتبقى محتاجة ترطيب، البشرة الدهنية بقى هل هيسيب عليها طبقة؟ يعني بنعاني دايما من انه اي حاجة بتحطها بتعمل زيت كده، بتعمل زيت بالظبط. لا بالعكس، البشره الدهنيه هتستخدم ماسي دروجولد بكل امان وفعاليه من غير اي تزييت على البشره، لان ماسي دروجولد معمول بتقنيه مختلفه شويه عن اي منتج اخر. التقنيه اسمها النانو تكنولوجي او تقنيه النانو. تقنيه النانو دي بتخلي 56 مكون اللي موجودين في ماسي دروجولد مطحونين كويس جدا، فبيسهل على البشره الامتصاص. فلو كانت البشره دهنيه مش قادره تمتص كده كده ماسي دروجولد معمول بتقنيه النانو تكنولوجي، هيخليها غصب عنها تمتص ال 56 مكون ومن غير اي ما تسيب اثر دهني على البشره. ويمكن انت جربتي يا يمنى ماسي دروجولد بتحطيه على وشك بيمتص على طول وانت بشرتك دهنيه، فما بيسيبش اي اثر دهني، بالعكس ده هو بيخلي حتى الزيوت اللي في البشره الدهنيه بيقدر انه يخليها بتقنيه النانو تمتص مع البشره، فما بيسيبش اي اثر دهني حتى لو البشره نفسها دهنيه. دكتوره دينا، هو مش ست يعني مش كذا حاجه في هي حاجه واحده بس؟ لا، هي ازازه واحده. ماسي دروجولد اختصرنا 10 كريمات في كريم واحد، هو ست واحد عبوه واحده 120 مللي، بيكفي استخدام من 6 شهور لسنه على حسب الاستخدام. لو استخدمناه مرتين في اليوم هيكفي 6 شهور، لو استخدمناه مره واحده بس، طبعا المره الواحده بفضل بالليل، هيكفي سنه كامله. فهو ست واحد جوه العبوه دي 56 مكون. ولا كريم ليل ولا كريم نهار ولا سيرم ولا تحت كريم عين ولا وكانت قصه كده بايخه يعني مش عارفه. صح بجد والله، والواحد كان مضطر عشان ايه؟ بيحافظ يعني لازم. مش عاوز يحصل له مشاكل. وعلى فكره لازم نحافظ من سن صغير، يعني بنت عندها 20 سنه انت مش شايفه ان عندك مشكله في بشرتك، ده بالعين المجرده، لكن لو حطيتي جلدك تحت الميكروسكوب هتلاقي مشاكل. فبنصح باستخدام ماسي دروجولد من سن 20 سنه وممكن كمان من 18 سنه، مفيش اي مشكله. اكتر سن بيستخدم ماسي ايه؟ هظلم يعني لو قلت الخمسين هظلم الثلاثين، لو قلت ستين والله يا يمنى كل الأعمار. ستين وسبعين طبعا كتير، عندي 40 سنة كتير جدا، التلاتينات مش قادرة أقولك، ومن سن 18 سنة بنات في الجامعة
اخذوا ماسي وبيكلموني يقولوا يا دكتوره دينا ده يجنن. يمكن بتلاقي بنات في الجامعه الصبح 7 الصبح حاطه فعلا ميك اب كتير. فانت رايحه محاضرات، لو مثلا دكتوره صيدلانيه زيي بقعد 5 ساعات في المعمل، فمش هقدر احط الميك اب ده كله. فعندك من جميع الاعمار وستات ورجال كمان. انا بشكركم على وجودكم معايا ضيوف الاعزاء دكتوره دينا ابو السعود ودكتوره حنان الحسيني. احنا حلقتنا خلصت، تقدروا تتابعونا يوميا من الساعه 3 عصرا للساعه 4 والاعاده 8 صباحا، والحلقات كلها موجوده على اليوتيوب. واي حد عنده سؤال او استفسار يبعته على صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي، وان شاء الله احاول اجاوب على كل الاسئله. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.